حقيقة فيما يتعلق بقطع الأراضي التي خصصت بمكرمة من السيد محافظ صلاح الدين إلى ذوي ضحايا الإرهاب كعوائل في مدينة سامراء، لحد الآن الإجراءات مستمرة في عملية استكمال الأمور المتعلقة الإدارية بفرز هذه الأراضي. يعلم الجميع بأن إجراءات كهذه تتخذ وقتا يتعدى عدة أشهر في سبيل إكمال الإجراءات الخاصة بالفرز وفي صرف السندات. لذلك هناك سعي حثيث من قبلنا كمجلس محافظة بالتعاون مع الأخ محافظ صلاح الدين. هناك اليوم كان اجتماع بحضور مدير بلدية سامراء، كان الإيعاز له بضرورة الإسراع بجلب الموافقات الخاصة من دائرة المساحة العامة في الوزارة لإكمال إجراءات تحويل ملكية الأرض من وزارة المالية إلى وزارة البلديات والأشغال حتى تقوم الأخيرة بعملية فرز هذه الأراضي وصرف سندات أصولية من قبل دائرة التسجيل العقاري الموجودة في مدينة سامراء لصرف سندات أصولية نظامية لذوي الضحايا. وستكون هذه الإجراءات حقيقة في بداية شهر الواحد أو منتصف شهر الواحد من العام القادم. حقوق لأنه يكون التعويض مع الشهيد وقاع اللي حد الآن ما صدر لا التعويض ولا القاع. ليش ما حد ما يعرف شنو السبب بده يصير هيجي؟ ما حد ما يعرف ليش بده يصير. ناشد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أنه ينظر لوضعنا ولحالنا ويسهل لنا الأمر، والناشد مدير طابو سامراء يرفع الحجز عن الأراضي ويوزعها لذوي الشهداء، وهذا حال صار. اي مخصص لنا اراضي المحافظ، بس ابو طابو السماء بده يرفض انه يسلم لنا اياها، ليش ما حد يعني شنو السبب؟ المناشده التي قمنا بها اليوم من قبل بعد الضغوط الكبيره من ذوي ضحايا الارهاب، قمنا اليوم بمناشده السيد المحافظ والسيد الشيخ كامل عباس الاشرف، وذلك لمعرفة ما هي الأسباب الحقيقية لتسويف الوقت في عملية إجراءات تخصيص قطع الأراضي التي تم تخصيصها من قبل السيد محافظ صلاح الدين، ولا نعرف سبب تسويف الوقت هذا وما هي الإجراءات التي يقوم الأستاذ إيهاب بعرقلتها وما هي الأسباب والدوافع لذلك.